أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وفتحت السماء
أذن له
ذلك اليوم الحق فمن
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه فكذب وعصى ثم أدبر يسعى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إن في ذلك
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من إلى ربك منتهي
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. صدق الله العظيم.